المسابقة الثالثة في خلاصة أحكام الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قلنا ماذا نفعل في رمضان؟ 7 عبادات. العبادة الأولى إنك تقعد في المسجد وتقوم بدعوتك وتقوم ب5 حاجات مهمين في المسجد. العبادة الثانية الجود مع نشر العلم، يعني تتعلم ويبقى معاك جود كمان. طب إيه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. طب جبريل بيلقى النبي في كل ليلة ليه؟ فيدارسه القرآن. فالنبي فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرحاً إن حد بيعلمه بيديله درس كل يوم وبيتعلم كل يوم، فكان بيتصدق صدقات زي الريح المرسلة، ما كانش بيخلي أي خير عنده غير ما يتصدق بيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. طبعا يعني إيه من فطر صائم؟ بعض الإخوة يقول لك كان عازم ناس، فجاء أخ قال له أنا أعمل فيه مقلب، راح رايح للناس الصائمين إدى كل واحد تمرة ففطروا على التمرة بتاعته. فالأخ خدهم بقى فأكلهم وكده، فالأخ قال له أنا عملت فيك عمل، أنا خدت أجر الصائمين بتوعك وأنت أكلتهم ما خدتش حسنات، لأن أنا اللي فطرته. طبعا الكلام ده غلط. من فطر صائما يعني من اللي أكل صائما حتى يشبع، مش من اللي إداله تمرة. يعني الأخ ده خد أجر، خد أجر التمرة، بس اللي بياخد أجر صيام يوم كامل اللي أكله أكل كامل. طيب يبقى دي تاني عبادة، ان انت تتعلم وتكون اجود من الريح المرسلة. تتعلم وتتصدق ان ربنا رزقك بحد يعلمك، يبقى تدعو في المسجد وتعلم وفي نفس الوقت تتعلم. بعض الناس يقول لك الامام مالك اذا دخل رمضان يولع في الكتب الشرعية، الكلام ده كله كذب طبعا. الامام مالك كان بيترك العلوم الوسائل، لكن الكتاب والسنة ما كانش بيسيبهم ابدا ولا حد من اهل العلم. فالدروس الشرعية سنة في رمضان، تعليم الناس الكتاب والسنة سنة في رمضان. اللي مش سنة ان انا اعلم الناس علم النفس، اعلم الناس علوم الدنيوية، اعلم الناس امور المصطلح والاصول، لا السنة ان يعلموا الكتاب والسنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد درس كل يوم، وشكرا للنعمة دي كان اجود من الريح المرسلة. العبادة الثالثة نؤخر السحور ونعجل الفطر. طب ليه نتسحر اصلا؟ لسببين: اول حاجه البركه، تاني حاجه اجر مخالفه اهل الكتاب. طب ايه الدليل ان السحور سبب البركه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. طب ايه الدليل على ان اللي بيتسحر بياخد اجر مخالفه اهل الكتاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحر. الصيام الايام دي بتاع اهل الكتاب بتاع النصارى مثلا بيصوم عن اللحمه والبيض وبياكل اللي هو عاوزه، لكن ده حاجه مبتدعه. لكن صيامهم الاصل اللي كان امر به الانبياء كان صيام زي صيامنا بالظبط، مع فرق قوي ان هو مجرد ما ينام يبدا يوم جديد، ما فيش حاجه اسمها سحور عنده غير احنا. انت لو صحيت بالليل كذا مره ممكن تاكل لحد الفجر وعندك وجبة السحور دي بركة ربنا أمر بيها. فالفرق اللي بين صيامنا والصيام الصحيح بتاع أهل الكتاب إن إحنا بنتسحر وهو ما كانوش بيتسحروا، صيامهم دلوقتي ده بدعة. طيب نؤخر السحور ونعجل الفطر لسببين: أول سبب لنكون بخير. طيب إيه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا السحور، ما عجلوا الافطار واخروا السحور. طب ايه الخير اللي هيترتب ان انا ااخر السحور؟ ان انا اوصل في الثلث الاخير من الليل وده وقت الاستغفار، ان انا اصلي الفجر جماعه، ان انا هجيب الاذكار، ان انا كل لسه متسحر قبل الفجر فيبقى عندي قدره على تحمل الجوع والعطش طول النهار. طيب يبقى ناخر العباده الثالثه، نؤخر السحور ونعجل الفطر. العبادة التالتة دي فيها أسئلة: ليه بنتسحر؟ ليه بنأخر السحور ونعجل الفطر؟ آخر حاجة: كيف نؤخر السحور؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بينتهي يبدأ بعد العشاء ويفضل يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة وينتهي عند الأذان بتاع بلال،
بعد اذان بلال يقعد يتسحر لحد الاذان الثاني بتاع عبد الله بن ابي، وبعد كده ينام يقعد تلت ساعه قدر 50 آية بعد الاذان. طب القدر 50 آية دول النبي كان بيعمل ايه؟ كان بينام في البيت مش في المسجد، في البيت على جنبه عشان يستريح من طول القيام طول الليل. طيب وبعد كده يفضل مضطجع حتى يأتيه بلال للإقامة. يبقى الاضطجاع ده له شرطين، يكون واحد قائم الليل، وحاجة تانية إنه يكون في البيت مش في المسجد. طيب سؤال بس، ما حكم من سمع أذان الفجر وطعامه أو شرابه في يده؟ الفجر ليه أذانين، أذان بلال اللي هو الأذان الأول بتاع الفجر الكاذب، وأذان عبد الله بن أم مكتوم اللي بعديه ب 13 دقيقة اللي هو الفجر الصادق. لو سمع الأذان الأول يأكل ويشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والرسول نبه على الموضوع ده أكثر من مرة. بعض الصحابة كانوا تورعا أول ما يسمع أول أذان يتوقفوا، فالنبي قال لهم: لا، إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا. وقال لهم: لو سمعتم النداء وفي يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته. طب لكن الأذان الثاني بتاع عبد الله بن أم مكتوم بتاع الفجر الصادق ما ينفعش فكرة، لازم أول ما تسمع الله قبل ما الله أكبر تطلع الأكل اللي بوقك. ليه؟ قال الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والإجماع على إن مفيش أكل بعد الأذان الثاني، إجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.